الفطور الرمضاني من فندق ريدسن بلو كريك. واضح في تغيير صح؟ عموما هم يبيعون الفطور 245 درهم، هذا السعر. لكن الايام العاديه اخوك يبي يقول كم؟ 99 درهم. الجمعه والسبت والاحد 115. هم يبيعون للناس 245 درهم. زين شوف البوفيه، البوفيه اكثر عن 400 متر. اكل ايراني على صيني على عربي على، خلينا اراويك شوف معي. طيب وانت طيب رمضان كريم وانتم طيبين وبالصحه. شو هالتغييرات الجميله؟ لا لازم لازم لازم. وبعد كيرم ها موجود، وفي شطرنج وفي طاوله. ليش انتم فاتحين سحور ايضا؟ عشان السحور، السحور بيبدا من الساعه 9:30 10 لحد الساعه 1:30 بالليل. وسعر فيكس كم؟ سعر فيكس، قبل ما اقول سعر فيكس انا عاوز اوريكم السعر الاساسي كم. هذا هو 245 صح. سعر فيكس 115 للاطفال. للاطفال كالعاده ما نقدرش نزود واحد درهم. في ايام الاسبوع 99 وفي الويك اند 119. هذا البوفيه. ده البوفيه. والسحور عباره عن ست منيو، ست في مقبلات وفي طبق رئيسي وفي حلويات وفي مشروبات وبرضه بنفس السعر. سلام عليكم على هذه الاطلاله الجميله. اهلا 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 اهلا. طبعا خلونا ارويكم البوفيه، هذا شيء جديد. انا اتصور ارويكم البوفيه. هذا طبعا منطقه فطور والسحور. اوكي حياكم الله. خلونا نشوف ايضا التوسع. رمضان كريم، اهلا وسهلا، حياكم الله يا شباب. هذه الدخله الجديده. شو الجديد اليوم يا سيد؟ عاملين لكم دخله رمضان ومسمينها رمضان مجلس. افطار مجلس، بحيث انك لما تدخل تحس انك داخل مجلس مكان تاني خالص. وانارات وما انارات، انارات وفي فاير، وعاملين لك كمان سجاده، وبعد كده بتخش على الافطار اريا. كالعاده البوفيه بتاعنا اكتر من 400 متر ما شاء الله. شو الاكل اللي عندك بالله عليك؟ كل شيء كل شيء كل شيء اللي يخطر في بالك. اللي يخطر العربي في بالك. موجود موجود، والاسيوي موجود، الاسيوي موجود، ياباني موجود. وتخيل هذا كله اللي براويك 99 درهم الايام العاديه، الويكند 115 119 119 درهم. وعندنا طبعا القانون، قانون المزيكا العربي موجود، قانون. وفي اكتر كمان السنه دي الرقص الصوفي الاسلامي اللي زي التنوره كده بس الاسلامي. موجود. الفولكلور اللي هو الشعبي. واضح. هذا البوفيه ضخم هذا. بسم الله على السلطات. السلطات زي ما انتم عارفين زي كل سنه بنبدا بالسلطات العربيه، الحمص والمتبل والحلومي تشيز، ورق العنب المحمره، وطبعا الحاجات الفريش والروب، وطبعا ما تنساش القسم بتاع السوشي. محبين السوشي طبعا. الفندق هذا ترى الفندق عندهم سوشي يعني هم. طبعا عندنا مطعم ياباني، ففي سوشي بيجي من المطعم الياباني، مش اي حد بيعمله. تمام. وطبعا سكشن الخبز، وعندك الشرب اللنت السوب. تمام. والميكس فيجيتابلز. بس نوضح للناس البوفيه يتغير كل يوم، بنحط جديد يعني. الشرب بتتغير، شوربه العدس ما بنقدرش نغيرها لان في ناس بتحب شوربه العدس. صح. بس بنغير الشوربه الثانيه ما شاء الله. طبعا تمام. المكان كم يشيل يا سيد؟ المكان بيشيل لحد 800 شخص ما شاء الله. تمام ما شاء الله. عرس هذا. عرس طبعا. السنه ايضا البوفيه اطول عن السنه اللي طافت. بالضبط. البوفيه. السلطات الحين ندخل على شو؟ الهندي. دلوقتي المقبلات السخنه. زي ما انتم شايفين الشيف بيعمل الحاجه فريش وينزلها. وبينزل سمبوسه، الفلافل، الباكوره، السبينتش برضو شغل. تمام. الهندي. تيجي على الهندي البرياني. والله واضح برياني برياني. تمام. وعلى فكره الشيف اللي بيعمل برياني بقاله 20 سنه شغال هنا في الفندق. طبعا. تمام. ايه. ونوع تاني برياني للناس اللي هم الفيجيتيريان، بنعمل لهم فيجيتيريان. طبعا لما تقول ريدسن بلو يعني ريدسن بلو. ما طبعا كلام. طبعا الخبز بيتعمل في التنور وينزل. تمام. يعني بيتعمل فريش. اوكي. فبيجي على طول الجيست. وهنا دال مكني. دال مكني. دال مكني حاجه عندكم انتم لازم لازم لازم. عندنا كمان الشيفات ما شاء الله. الفيجيتابل كادي ما شاء الله. السنه السنه الخضار الكادي زي ما انتم شايفين. شو هذا الفرايد رايس والنودل. الاسيوي الاسيوي النودل النودل. تمام.
وهنا برضو نودل تاني. حلو. تخش بقى على الميديترينيان. اها. البيف ستيغرانوف. تمام. وعندكم برضو اللي هو الفيش ده اسيوي. اسيوي. تمام. حلو. وعندنا برضو الفيموس تشيكن. حلو. كل ده بيجي من المطعم الصيني اللي هو واخد جوائز عموما يعني. ما شاء الله. تمام. وطبعا الفيجيتيريان لازم ما نقدرش ننساهم. عندك اللازانيا الايطالي. اهو. بوفيه بوفيه. بوفيه. وعندنا ما شفنا شيء نحن. لسه لسه. وطبعا البطاطا. اوكي. وعندنا هنا طبعا الشاورما. الشيف ما شاء الله. هذا الشيف معروف هذا. تمام. كيف حالك زين؟ شاورما. كل سنة بيقطع الشاورما بيجهزها. مع الروب ومع الطماطم. اوكي. شوف تخيل انت تخيل. بعدنا نكمل. عقب تمام تمام تمام. سمك الصياديه خلنا على قسم العربي كده. الحين العربي الصياديه. تمام. عندنا كمان اللي هو داود باشا. داود باشا. حل قسم العربي نحن. اه. محشي ورق العنب والمحاشي. اوه. اها. تمام. عندنا الدجاج المغربيه. اها. طب المغربي. وعندنا هنا العيش مع اللحمه المفروم مع البصل. وطبعا الاكل اللبناني. الكبده باللبن. باللبن. اه. ما شاء الله. شوفوا هناك بعدنا هناك شوف. هو البرشيان الايراني. ميشلان ستار. نجمتين. واخد نجمتين. 23 و 22 ومستنيين 24 ان شاء الله. مع معروف المطعم اللي الايراني. شابستان. شابستان. سعركم للامانه في المطعم غالي. السعر في المطعم؟ ايه. بالله الباربيكيو البلاتر في المطعم ب 1000 ده. وين يعني موجود على البوفيه؟ طيب. تمام. ثلاث انواع الرز. الرز بالزعفران الاصلي بيجي من ايران مخصوص. أوكي. وده مش رمان، ده نوع توت اسمه جرشك. حلو. وعندنا هنا. تمام. وعندنا طبعا قائمه الباميه. أوكي. الناس المحبين الباميه. عندنا المشاوي. المشاوي الشيف شغال فيها. بيشوي فريش. فريش. تمام. تكه. واضح حتى تحس ان هي فريش. والله واضح ان تكه. اه. بعدها مو جاهز. لسه بيعمل بيشوي. أوكي. تمام. ده سمك. ده سمك. مش تشيكن. ده سمك. اوكي. تمام. بس بعد ان احنا مو جاهزين ترى يعني. تمام. وعندك الدجاج اللي بالروب. دي بالروب. اه. وعندك هنا اللي بيشوي الكوبيدا. اه الكوبيدا اللحم. اه. وهذه هذه الايراني بقى. هي شو اسمها لحظه ذكرني. كشك باذنجان. كشك باذنجان. ديت بتبقى عباره عن باذنجان اللي هو الباذنجان بوري. وبيتعمل معاه لحمه مفرومه وده كشك. كشك اللي هو اللبن المجفف. واضح. تمام. والزعفران طعمه حلو انصحكم فيه جدا. ده الحليم بيتعمل بالمناسبات بس. على الحليم زي الهريس بس بالطريقه البرشي وبتحط عليه قرفه. اوه برجر عندك طبعا لازم فريش. ها لازم اللايف برجر بيتعمل وبيجي هنا قدام الجست والجست بياخده في سلامي عليك. سلامي عليك. خروف لازم. الخروف طبعا الكينج بتاع البوفيه لازم. خروف. ايه اوكي. الكينج بتاع البوفيه لازم الخروف. هذا موجود كل يوم. ده موجود كل يوم. خروف كل يوم موجود. تمام. بيتعمل بالطريقه الاماراتي. بيستوي اكتر من 7 ساعات تسويه على الهادي. وطبعا بنجيب معاه اللبن لان ناس كتير بتحب مكسوا باللبن. والدقوس. والدقوس طبعا سبايسي. الدقوس ده اساسي سبايسي. اه. ان شاء الله اليوم عندكم الاجواء حلوه. اليوم اجواء تبارك الله جميله. هلا فيمتو. اوكي. عندك الفيمتو وعندك قمر الدين وعندك الجلاب وعندك العيران وده عصير البرتقال وده الايس تي. ايس تي. تمام. اه اوكي. طيب عندنا هنا البابا. خش بقى على قسم الحلويات. الكنافه. طبعا الكنافه بتيجي بتتعمل كل يوم فريش. كل يوم فريش. كل يوم فريش. حلو. وعندك الفروتس الميني باستريز او الحلويات الصغيره. تمام. عندك الرز بلبن كريم كراميل وطبعا الزلابيا. الزلابيا. تمام. عندك انواع الموس والبقلاوه كمان العربيه زي ما انتم شايفين. كل حاجه بتيجي فريش. وطبعا ما ننساش المكسرات ده شيء اساسي في رمضان مع التمر. مع التمر. اه. وطبعا البقلاوه بنعمله في رمضان والعيد الكعك. يعني تمام. طبعا القطايف ده شيء اساسي في رمضان.
حلو ما شاء الله سويتات ولا؟ نعم. عندك بقية الكيكات. وطبعا الفروت سلطة اللي بتعمل فريش. أم علي. أم علي كالعادة. ضروري أم علي. ضروري أم علي. ديت بودينج. هذا الديت بودينج. والله عندنا هنا دالة شوكلي كمان بودينج. شوكلت بودينج. شو رأيك كل هذا كل هذا اللي كنت على 99 درهم الأيام العادية. الويكند الجمعة والسبت الأحد 119. وللناس 245 درهم. شو رأيك؟ مكان على الخور عقب ما تاكل وهذا تمشي. والجو حلو ويلسات حلوة. منظر على المغرب. هذا المنظر على المغرب الجميل على دبي الجميلة. شوف المنظر. شو رأيك انت في المنظر؟ حلو جدا 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 جدا. شكرا يا كابتشر. وعندهم ايضا فالي باركينج موجود في الفندق. مع السلامة.